السلام عليكم طلاب مكاتبكم حكم شو شو بخير معكم حسن رسل من قناة دي جيمر زي. واليوم يا حبيبي عندنا فلوج جديد. طبعا هذا الفلوج مرة متحمس له عشان حسوي شيئين جدا جدا مهمين في هذا الفلوج. طبعا الشيء الأول مكتوب في عنوان المقطع اللي هو حنحضر أحسن عشاء في العالم في البيت. طبعا حنحضر أحسن عشاء في العالم بالنسبة لي في البيت اليوم يا حبيبي قدام الكاميرا. والشيء الثاني حنشوف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني. طبعا حتكون مباراة جدا مهمة. ليش؟ عشان فريق أتلتيك بلباو فريق جدا كويس في الدوري الإسباني. فريق برشلونة هو الفريق اللي أشجعه. فان شاء الله اليوم برشلونه يفوز على اتلتيك بلباو. طبعا الحين ايش حروح اسوي العشاء عشان حتعشى انا قاعد اشوف المباراه. فنشوفكم ان شاء الله في المطبخ. انا قاعد احضر العشاء ويلا سلام. طبعا يا حبيبي الاشياء اللي حنحتاجها اول شيء حيكون بطاطس مجمده او تقدر لو انت تحب البطاطس انك تقطعها وتسويها على طريقتك ما في اي مشكله. هنحتاج خبز تورتيه ولا تنوري زي ما هو مكتوب. انتوا يعني هو تقريبا نفس الشيء تورتيه والتنوري نفس الشيء. هتحتاج صدر دجاج او دجاج شاورما او شاورما دجاج او لحمه او اي شيء يعني تبغوا تحطوه جوا اللي هو التنور. وهتحتاج توم ولا مايونيز ولا كاتشب ولا انتوا برضو ايش تحبوا. طبعا هذه الاربع اشياء اللي انا عندي هي عندي اللي هو بطاطس، عندي خبز تنور، عندي صدر دجاج، عندي ايضا شاورما وعندي اللي هو الثوم. فطبعا هذه الاشياء اللي ضروري تكون موجوده عشان تسوي هذا العشاء اللي جدا 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 طبعا وهذا الله يحفظه صوت سلطه اللي هي سلطه الكولسلو اللي هو عباره عن بصل ملفوف وايضا جزر. فانا الحين حسكه في كاسه وحزت لها الاشياء اللي هي مثلا زي المايونيز زي السكر وزي الزيت. طبعا حطينا الزيت على نار خفيفه زي ما انتم شايفين. خلوه على نار خفيفه عشان الزيت ما يحترق. فهذا هو الزيت بإذن الله. أول ما يحمى حنحط جوا البطاطس. طبعا حطينا هنا السلطة عبينا بس عن كله سلطة. وحطينا طبعا اللي هو الزبادي مع هذا مع هذه اسمها شوفوا اسمها صلصة التتبيل. حطينا صلصة التتبيل مع الزبادي والحين حنضيف السكر مع الزبادي وأيضا السكر مع الزبادي في السلطة. فيلا نقول بسم الله ونحط الزبادي بهذه الطريقة كذا. أوكي اعتقد كذا انه هذا يكفي من الزبادي. نرجع الزبادي هنا والحين نبغى ملعقة. نبغى ملعقة عشان نحط السكر. حنروح وندور على ملعقة. عندنا هنا ملعقة صغيرة. حنجي هنا ونحط اللي هو السكر. هنحط شوية. طبعا حنرشها كذا على الاطراف. وحنخلطها وبعدين حنرجع نحط سكر على الوجه عشان تطلع طعمها يعني سكر. فبسم الله ارجع لكم اول ما اخلص. طبعا بعد ما خلصنا من تخليط السلطه حنيجي هنا وناخذ شويه سكر كذا عشان نجي هنا ونحطه مع الوجه عشان تطلع السلطه طعمتها يعني سكر. حسب لو انت تحب طعمتها تكون سكر زي اللي هي تكون في المطاعم ولا تحب طعمتها تكون مالحه. طبعا خلصنا من السكر والحين ارجع لكم انا قاعد احط البطاطس عشان تعرف انه الزيت حامي. تحط اللي هو حبه بطاطس وتسمع الصوت. لو سمعت الصوت معناه الزيت كويس وصار حامي وصار جاهز انك تحط فيه البطاطس. طبعا حطينا الثوم على الخبز والحين يا حبيبي صرت بنحط الدجاج. ايوه هذا الدجاج وهذا الدجاج. طبعا عندي هنا سندويش ثاني شاورما وعندي هنا صدور دجاج. فالحين حلفها حاطها ان شاء الله في السخان. طبعا يا حبيبي هنا السندويشات في السخان كلهم جوا. والحين يا حبيبي عندنا هنا البطاطس. يا سلام. طبعا هذا مو كله لي هستعمل شويه لي وخلي الباقي عشان ان شاء الله اسوي عليه فطور اللي هو بيض مع بطاطس. عشان تعرفوا يعني هنا في البيت ما يحبوا ريحه الزيت فقالوا لي سويه مره واحده يعني اقليه مره واحده لا تقلي كثير مرات. اقلي بس مره واحده وخلي في البراد عشان يعني طعم البطاطس ما تكون لذيذه الا لما تاكلها. فان شاء الله اللي حيبقى حسوي عليه بطاطس حسوي عليه بيض في الايام الجايه ان شاء الله. فعلى العموم المنظر هنا جدا خرافي. طبعا حفضيه هنا ويعني تقريبا باقي لهم حوالي 5 دقائق ويصيروا زي الشيبس يا حبيبي. هنا مجهزين الصحن فاضي. هنا احط ان شاء الله البطاطس وهنا السندويشات وعندنا السلطه حبيبي الكورسلو. الكورسلو جدا 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 عشقها. وعندنا هنا البيبسي يا حبيبي. يعني حنضبط عشاء خرافي. افضل عشاء في العالم تقدر تسويه في البيت يعني المنظر ما ادري. وعندنا طبعا هنا اللي هو مايونيز عشان نحطه مع البطاطس. احب البطاطس مع المايونيز. طبعا الحين يا حبيبي البطاطس تقريبا خلصت فحناخذ منها شويه ونشوف اللي استوى ونحطه في الصحن. يا سلام يا سلام يا شيخ لونها زي الذهب. لونها زي الذهب ما شاء الله.
طبعا هنا خلصت السندويشات، هنحطها ان شاء الله الحين في الصحن. والله مره سخنه، مره سخنه يا شيخ. هذه اول واحده، الثانيه اوكي، الثانيه معلقه، الثانيه علقت، فما اعتقد اني اقدر اخذها وانا ماسك الكاميرا. اشوفكم ان شاء الله لما الصحن يكون خلاص مكتمل ويكون جاهز، انه يكون افضل صحن اقدر اسويه في حياتي في البيت. طبعا هذا هو الصحن اللي لطالما انتظرناه، بطاطس، سندويشة شاورما، سندويشة صدر دجاج، عندكم هنا البيونيز، هنا الكورسلو، وهنا البيبسي. يعني شيء مستحيل. في شيء صار، كاتشب على البطاطس. كيف؟ لا تسألوني كيف، في عندي واحد يشتغل معايا جني من عالم كوكب آخر قاعد يشتغل معايا، حصل لي عليها كاتشب. يعني شيء جدا 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 اسطوري. يعني حتى السلطة لو تشوفوها سلطة جدا، كاتشب زيادة. يا سلام، افخم عشا سويته. لا لا لا، خليها الحين نروح ونشوف المباراة برشلونة. هذا العشاء شيء جدا خرافي، بطاطس، شاورما، بيبسي، سلطة. وهنا يا حبيبي حتكون مباراة برشلونة ان شاء الله. شيء جدا جدا اسطوري هذا العشاء. ما ادري، مستعد انه يدمرني يا شيخ. يا حبيبي التكوى خرافية، التكوى مع العشاء هذا مع التلفزيون شيء لا يوصف صراحة، شيء لا يوصف. يعني العشاء جدا خرافي. وهنا قاعد احط لكم تشكيلة اتلتيكو بلباو اللي حيلعب فيها اليوم. ترى تشكيلة برشلونة حتكون تير شتيغن، امتيتي، وطبعا ميسي وسواريز وارن توران قاعدين يلعبون. مباراة برشلونة يا حبيبي الحين حتبدأ. جلد يا حبيبي اليوم، جلد. المباراة مولع نار نار نار. جول راكيتيتش يا حبيبي. الله الله، طقطقة يا شيخ، طقطقة. طبعا انتهى الشوط الاول يا حبيبي، والحين قاعدين يعيدوا الهدف حق الراكيتيتش. هدف جدا 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 اسطوري. يعني اردا توران رفعها لراكيتيتش، راكيتيتش حتى بحطها براسه. اعتقد انه هذا اول هدف لراكيتيتش براسه مع برشلونه، اعتقد. يعني الصراحه ما قد شفت راكيتيتش، يعني حتى راكيتيتش انه نادر انه يسجل، فكيف لو انه سجل هدف راس. صراحه هدف جدا 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 اسطوري. طبعا انتهى الشوط الاول بفوز برشلونه 1-0. يعني هدف راكيتيتش كان شيء جدا اسطوري، اول هدف سجل بالراس على ما اظن. يعني هدف راكيتيتش كان شيء جدا اسطوري، واردا توران بالاسيست الخرافي. يعني اردا توران مكفي ومو في مكان نيمار، ما اقول انه نيمار جدا مستنيه عشان انه يرجع، ولكن اقول انه اردا توران الصراحه جدا 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 مبدع بمكان نيمار. واستنى بفارغ الصبر انه نيمار يرجع، ولكن اردا توران لازم يكون له مكان في التشكيله الاساسيه لاحقا مع برشلونه. فعلى العموم خلينا نشوف الشوط الثاني، حيكون في اهداف اكثر لبرشلونه ولا اهداف لاتلتيكو بلباو؟ والله الصراحه ما ادري، ولكن حسب ما اشوف انه الفريقين ضاغطين على بعض، واعتقد ان المباراة انتهت 2-0 لبرشلونة او 2-1. فعلى العموم اشوفكم في الشوط الثاني. سلام. الدقيقة صارت 65 يا حبيبي، ولسه 1-0 لبرشلونة. ما في اي اهداف ثانيه. يعني مباراة فيها ضغط من الجانبين، ولكن فيها فرص ضايعة بشكل مخيف من برشلونة. مليان مليان كثير فرص ضايعة من برشلونة، وكرة صفراء. يعني شيء يلحس المخ. ولكن زي ما قلت لكم اعتقد برشلونه حيفوز يا اما 2-0 يا اما 2-1. طبعا انتهت مباراه برشلونه فاز فيها 1-0. يعني ما حد قدر انه يسجل اي هدف في الشوط الثاني. برشلونه تحصل على 4 بطاقات صفراء، 3 منها كانت في الشوط الاول، وواحده لسيرجيو روبرتو في الشوط الثاني. بينما يعني عندكم اتلتيكو بلباو اخذ 5 كروت صفراء. يعني كانت مباراه جدا حماسيه، مباراه على الاعصاب، فرص ضايعه كثيره من الفريقين. برشلونه
ضيع فرص، يعني ما ادري ميسي ضيع فرص وريس ضيع فرص، كثير كثير من اللعيبه ضيعوا فرص، ولكن الحمد لله قدرنا نتحصل على 3 نقاط قدام اتلتيكو بلباو وعلى ارضهم، واحنا الحين برشلونه متصدرين مع اعتقد لاس بالماس وريال مدريد كلهم معاهم 6 نقاط. فهذا كان فلوج اليوم، اتمنى هذا الفلوج يكون عجبكم، اتمنى انه العشاء والمباراه تكون عجبتكم. فاز عليكم، لا تحرموني من احلى زرايك، شوفوا القناه زي ما كنتوا مشتركين، درجوا مقطع في كل مكان. كان معكم حسين اسعد من قناه جيمرزي، مع السلامه.